يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أثر المرأة العجوز التي دعت فأحيا الله ابنها، وذكره بالسند. يقول: وقد ذكر المحشي عن أحد رواة هذا الأثر أن الإمام أحمد رحمه الله ذكر جرحاً لأحد الرواة فقال: هو صاحب قصص وليس هو بصاحب حديث ولا يعرف الحديث، والنسائي قال عنه متروك، فهل يصح هذا الأثر؟ ألا الشيخ استشهد به ولم يعترض عليه، وهو محدث من كبار المحدثين، فلو كان إنه يرى أنه لا يصلح للاحتجاج لما أورده هنا، وهو ليس فيه شيء، الله قادر على كل شيء. والشاهد منها أنها توسلت إلى الله بعملها الصالح. نعم، وهذا يشهد له الأحاديث والآيات التي تدل على مشروعية التوسل بالأعمال الصالحة، فهو لم يعتمد عليه وحده، وإنما اعتمد على أدلة صحيحة. نعم.